انحدت المبادلات التجارية على طول الطرق التجارية البحرية ابتداء من القرن الثاني عشر قبل الميلاد إلى ظهور أولى التجمعات البشرية ببلادنا، وتشكلت بذلك مدن أمازيغية جنبا إلى جانب مدن فينيقية وقرطاجية ثم رومانية، لتظهر المدن العتيقة والقصبات مع الفتح الإسلامي كفضاءات تميزت بمواقعها وتنظيمها وأشكالها ووظائفها وبعناصر هندسية ومعمارية جعلت منها نطاقات حضارية ملائمة للعيش بامتياز تتكيف مع جغرافية ومناخ وخصوصيات البيئة التي تحتضنها، إذ نجدها في الشمال كما في الجنوب وفي الشرق كما في الغرب قادرة على التأقلم والعيش لمئات السنين. في القرن التاسع عشر برز مفهوم المدينة الخطية، كما برز معها مفهوم المدينة الحدائقية بأوروبا سيتي جاردن. وابتداء من القرن العشرين ساهم تصنيع وتطور وسائل النقل في بروز تكتلات ديموغرافية على مستوى المدن الكبرى الأوروبية، فكان لابد من مراجعة مفاهيم التنظيم العمراني، وهي الفترة التي ظهر فيها مفهوم التعمير المخطط أو التخطيط العمراني، ليبقى التعمير كمفهوم حديث لكن بممارسات ضاربة في القدم. في المغرب تميزت هذه المرحلة ببداية عهد الحماية وما صاحبه من إعادة تنظيم المجالات العمرانية، وفي هذا السياق تمت المصادقة على العديد من الظهائر سنتي 1913 و1914، أهمت بالأساس تحفيظ العقارات والمحافظة على المآثر التاريخية ونزع الملكية من أجل المنفعة العامة. وفي 16 من أبريل 1914 صدر الظهير المتعلق بالتصفيف وتصاميم التهيئة وتوسيع المدن والارتفاقات ورسوم الطرق، وكان بذلك أول نص تشريعي منظم للتعمير بالمغرب. ففي الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش حالة الحرب العالمية الثانية، تسارع تاريخ العمران بالمغرب ابتداء من سنة 1914، وتم استقدام مجموعة من المهندسين المعماريين والمهندسين الحضريين وعلى رأسهم أوري بروست الحائز على جائزة روما للهندسة المعمارية سنة 1902، والذي تم تكليفه بإدارة مصالح الفنون الجميلة التابعة للحماية الفرنسية آنذاك. وهكذا تولى صحبة فريق العمل الإشراف على تخطيط وتهيئة العديد من المدن الجديدة بمحاذاة وخارج أسوار المدن الأصلية، حيث تم وضع تصاميم تهيئة العديد من المدن كمدن الرباط وفاس ومراكش ومكناس، واعتماد أول تصميم تهيئة لمدينة الدار البيضاء سنة 1915. وقد ارتكز التخطيط الحضري لهذه الفترة بالأساس على الأهداف الرئيسية التالية: الفصل بين المدن العتيقة والتوسعات الحضرية الجديدة المقامة خارج الأسوار، المحافظة على التراث المعماري، التناسق الجمالي للبنايات الجديدة، تهيئة الحدائق والمنتزهات في قلب المدن. وعلى عكس المناطق الخاضعة للحماية الإسبانية من قبيل مدينة تطوان، شكلت المدينة الجديدة امتداداً طبيعياً لمدينة العتيقة. أضحت مدينة الدار البيضاء نموذجاً للتحديث تستلهم تجاربه بكبريات المدن العالمية بفضل المفاهيم الرائدة في ميدان التعمير والهندسة المعمارية التي عمل على تطويرها فريق العمل المكلف بذلك. واستجابة لحاجيات التطور العمراني وظهور السكن غير اللائق، صدر بتاريخ 14 يونيو 1933 الظهير المتعلق بالتجزئات العقارية كإطار يرمي إلى التحكم في أشكال التوسعات العمرانية. وغداة الحرب العالمية الثانية أضحت المدن المغربية تستقبل أعداداً متزايدة من السكان، مما دفع السلطات آنذاك إلى التفكير في تطوير السكن الجماعي، وكان هذا التوجه بداية لإرساء مبادئ التعمير الوظيفي التي انبثقت نتائجها عن المؤتمر العالمي للهندسة المعمارية الحديثة والذي شرع في تطبيقها المهندس المعماري ميشيل إيكوشاخ. وهكذا تم إعداد جيل جديد من تصاميم التهيئة يعتمد مبدأ تنطيق، كما تم الشروع في عمليات كبرى للسكن الجماعي المشترك والتي تمت برمجتها باعتماد بنيات على شاكلة وحدات عقارية من فئة 8 في 8 أمتار تسمح بتكثيف وتجهيز الأحياء بشكل تدريجي. وفي سنة 1952 امتد مجال تطبيق ظهير 1914 ليشمل أطراف المدن والمناطق المحيطة بها والمراكز المحددة والتجمعات الحضرية. وبعدها بسنة صدر ظهير آخر ينظم التجزئات والتقسيمات العقارية كإطار يسمح بتأطير أفضل لتنظيم المجال.
يوم الجمعة 29 فبراير 1960 كان بالنسبة للمغاربة حدثا أليما بفعل الزلزال العنيف الذي ضرب مدينة أكادير وأودى بحياة الآلاف من المواطنين وترك دمارا وخرابا. كان لابد من إعادة بعث بناء مدينة بأكملها وفق منظور حديث. ولقد حرص آنذاك جلالة المغفور له الملك محمد الخامس على ضرورة أن تشيد أكادير الجديدة رمزا لإرادة الشعب. وقد كلفنا ولي عهدنا الحسن بالإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعاف والإقامة هناك لتنفيذها، كما كلفنا ابنة الأميرة عائشة بتنظيم حملة في عموم المملكة لجمع التبرعات للمصابين، وخصنا الاعتمادات المالية الضرورية للإسعافات الأولية. لئن حكمت الأقدار بخراب أكادير فإن بناءها موكول إلى إرادتنا وعزيمتنا. وكانت بذلك أكادير أول مدينة مغربية يعتمد بها معمار حديث أثناء تشييدها. خلال هذه الفترة وبالنظر للثقل الديموغرافي للعالم القروي صدر ظهير 25 يونيو 1960 لتأطير التعمير بالعالم القروي وتنمية التجمعات القروية. وفي الفترة الممتدة من 1960 إلى حدود 1970 تم إطلاق العديد من الإصلاحات التي كانت ثمرة للأبحاث التي تمت مباشرتها في ميدان التعمير وإعداد التراب الوطني، ولا سيما من خلال إحداث مركز للدراسات والأبحاث والتكوين سنة 1967. وفي سنة 1975 كان للمسيرة الخضراء الفضل في استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة وما ترتب عن ذلك من دينامية تنموية وتطور الشبكة الحضرية وبروز مدن واعدة كالعيون والدخلة. خلال تلك الفترة تم التفكير وتطوير مشاريع سكنية كبرى وبرامج للتنمية الحضرية من قبيل مشروع حي الرياض، والذي صمم في البداية على مساحة 1500 هكتار استباقا لنمو مدينة الرباط وتوسعها العمراني. وفي إطار مصاحبة دينامية التطور الحضري تمت تغطية مجموعة من المدن الكبرى بمخططات توجيهية للتهيئة العمرانية. في سنة 1984 صدر الظهير المتعلق بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة الدار البيضاء كمدينة دافعة لقطار التنمية ببلادنا، ورافقها إحداث الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء كمؤسسة يعهد لها تنفيذ توجهات هذا المخطط. وفي أواسط الثمانينيات من القرن الماضي كان لخطاب المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني الذي ألقاه بتاريخ 14 يناير 1986 مكانة خاصة في تاريخ العمران والهندسة المعمارية بالمغرب، وفيه دعا المهندسين المعماريين إلى بذل قصارى الجهود للارتقاء بالمشهد الحضري وإدماج البعد الإنساني والحفاظ على الهوية والثقافة المغربية الأصيلة. حتى واحد من كل يتلف إلى نزلته قدام أزمور يكفي إنه يشوف ود مربع ويشوف الصور العتيقة ويعرف إنه في المغرب، ويقول هذه من المدن الشاطئية اللي كانوا فيها القصبات اللي بنوها الملوك المغاربة كانوا سعديين والعلوين، وهذا شيء منوط بكم، منوط بمحبتكم في بلادكم، بتشبتكم على أن تظهر أحسن مظهر ممكن. مع بداية التسعينيات واستمرار الحركية العمرانية المتسارعة وانتقال الثقل الديموغرافي من البوادي إلى المدن، تم إصدار قوانين جديدة كالقانون 1290 المتعلق بالتعمير والقانون 2590 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية. وفي سنة 1994 أطلق برنامج لتشييد 200,000 سكن اجتماعي صاحب بإجراءات ضريبية ومالية تحفيزية قصد المساهمة في احتواء العجز والخصاص على مستوى السكن. وفي سنة 1995 أعطى المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني انطلاقة أشغال تهيئة وبناء مدينة سلة الجديدة لاحتضان ما يناهز 120,000 نسمة. ولمواكبة الحركية العمرانية والمشاريع المعلنة على مستوى الجهات، تم تعميم الوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية للتعمير وإعداد التراب. ومع بداية هذه الألفية أضحى الاندماج الاجتماعي أحد أهم الأولويات، حيث تجلى ذلك من خلال الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شمولية
تشكل قوام مشروعنا المجتمعي المرتكز على مبادئ الديمقراطية السياسية والفعالية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والعمل والاجتهاد وتمكين كل مواطن من الاستثمار الأمثل لمؤهلاته وقدراته. كما تم اعتماد المخطط الوطني لإعداد التراب الوطني وإعطاء الانطلاقة لعدة مشاريع للتأهيل الحضري بهدف تحسين جاذبية المدن ودعم تماسكها الاجتماعي. وقد مكن برنامج مدن بدون صفيح الذي تم الشروع فيه سنة 2004 من القضاء على دور الصفيح بالعديد من المدن وتحسين ظروف عيش ساكنتها، وتم تفعيل برامج مهمة لرد الاعتبار للتراث المعماري والعمراني من قصبات وقصور ومدن عتيقة. أعطيت انطلاقة مجموعة من المدن والأقطاب الحضرية الجديدة لدعم وإعادة توازن الشبكة الحضرية واستباق التوسع العمراني. وتعد زناتا، أشرافات والمدن الخضراء لابن جرير نماذج للمدن الذكية المدمجة التي تعتمد مبادئ التعمير المستدام. ولمصاحبة المتغيرات والتحولات الكبرى التي طالت الأنسجة العمرانية، جرى التفكير في سبل تحسين الإطار القانوني المنظم للتعمير. سنة 2005 أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس توجيهاته السامية الرامية لصياغة مشروع مدونة تعمير ترقى إلى مستوى تحدية القرن 21. مدونة تقوم على تبسيط المصادر وضبطها والإنصاف العقاري، وتستهدف إنعاش وجلب الاستثمار وخدمة التنمية البشرية ومكافحة الفقر وسد العجز الاجتماعي والحفاظ على جمالية المجالين الحضري والقروي وتلبية حاجيات المواطنين إلى المأوى اللائق والعيش الكريم. وقد كان للاستراتيجيات القطاعية الكبرى المعتمدة ذات الأبعاد المجالية والاقتصادية والاجتماعية وقعا على الدينامية العمرانية، مسجلة بذلك تحولا من التعمير التخطيطي إلى تعمير المشاريع. وهكذا مكنت تنفيذ المخطط الصناعي الوطني من تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية، كما مكنت الاستراتيجيات المعدة لتطوير قطاع السياحة من إنجاز محطات سياحية عبر ربوع المملكة. وشهدت هذه الفترة كذلك إطلاق تجهيزات كبرى هيكلية مثل المجمعات الرياضية، المراكز الاستشفائية الجامعية، الجامعات، وسائل لتيسير التنقلات الحضرية، ومشاريع حضرية كبرى. فضلا عن ذلك، أشرف جلالة الملك محمد السادس على انطلاقة مشاريع حضرية مندمجة بالمدن المغربية الكبرى مثل مشروع طنجة الكبرى ومراكش الكبرى وتجديد تطوان والرباط مدينة الأنوار ومخطط تنمية الدار البيضاء. إن التزام المملكة المغربية من أجل دولة الحق والقانون تعززت بفضل الدستور الجديد الذي يرتكز على مبادئ المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة. تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، السكن اللائق، العيش في بيئة سليمة، التنمية المستدامة. وهكذا يتضح جليا أن التعمير بالمغرب قد شهد على امتداد 100 سنة عدة أوراش وإصلاحات كبرى ومشاريع مندمجة مهيكلة، وهو اليوم يواجه تحديات رئيسية تتعلق بإرساء مبادئ أسس تعمير مستدام دامج ومعتمد على الحكامة الجيدة. التفكير والحوار يبقى مفتوحا بهذا الخصوص. تعمير الغد يجب أن يرتكز على 3 أسس مهمة. أولا أن يكون تعميرا اندماجيا وانسجاميا، يسمح بالاندماج ويسمح بالانسجام بين جميع الفئات وبين المجالات. ثانيا أن يكون تعمير مرين قادر على التأقلم والملائمة مع التطورات السريعة التي يعرفها المجتمع وتعرفها المدن. ثالثا أن يكون تعميرا مبنيا ومرتكزا على حكامة جيدة، حكامة التي يمكن أن تكون صالحة
وقادرة على إعطاء لكل فئة ولكل قطاع ما يستحقه لنموه المستدام للمستقبل. ولكن حينما نتساءل عن مستقبل التعمير، فإن التاريخ يمنحنا أكثر من فرصة للتدبر. ألم تكن المدينة الأصيلة في زمانها نموذجاً حياً للمدينة الذكية أو سمارت سيتي كما يقول خبراء التعمير في زماننا؟